واحد. اهلا وسهلا، اتفضل. يا اهلا وسهلا. ازيك يا رمزي؟ انا الحمد لله كويس. اعمل لك حاجه تشربها؟ انا مش جاي الضايف، هما كلمتين ما لهمش تالت، وبعدها اعاود على طول. طيب تعالى نقعد ونتكلم. فين الفلوس يا رمزي؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ الفلوس اللي انت حذرت سالم بسببها. انا ما اعرفش حاجه عن الفلوس دي. انا كل اللي عملته نبهت سالم ان ربيع بيعرف بالامانه اللي عندك. يعني انت بتعرفش ان الامانه دي هي نفس الفلوس اللي استرجت مننا؟ انا عملت اللي عليا لما عرفت سالم صاحبي ما ينفعش بيعه، ولا حتى كان ممكن اسكت على الكلام اللي سمعته. انا ما اعرفش ليه بقى انت جاي تسالني ومتعصب عليا بالطريقه دي. هو ده جزاتي يعني؟ ياك تكون فاكرني جاي من ورا الجاموسه ولا عيل صغير هتخيل عليه اللعبه دي بكلمتين. لعبه ايه؟ انا مش فاهم حاجه. افهمك، انت شغال مع ربيع الضو ورحت لاخوي سالم عشان تلعب في دماغه بكلمتين عشان اجلك، وبعدها اروح انقل الفلوس من مطرحها لمطرح تاني. وقتها تبقوا جاهزين بالسلاح وتطلعوا لي من تحت الارض، الاقيكم فوق راسي نازلين فيا ضرب انا وسالم وهيمه، وبعدها تاخدوا فلوس وتهربوا. انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ده. انت كده قلقتني على سالم، هو كويس؟ كلنا كويسين، وانا قلت لك الكلام ده قبل سابق، ان ما حدش هيقدر يمس شعره مننا. وانا مش جاي دلوقتي عشان اتعارك معاك واقول لك الفلوس فين، لان عارف ومتاكد ان الفلوس مش موجوده هنا، وانت مجرد طعم اترميت في طريق اخوي عشان تصطادوني بيه. يا بحري بيه واضح انك فاهم حاجه. بقول لك ايه، انا عايزك توصل للي انت شغال معاك كلمتين ورد غطاه. تقول له ان بحر الراوي لو همل طربه في يوم من الايام همله عشان حاجه واحده، عشان ما يفتحش بحور دم ما هتخلص سواصل. وعايزك تقول له ان بحر الراوي مش هيهمل حقه ولا حق التنين اليتامى خالص. تقصد مين؟ انا مش فاهم حاجه. بقول لك ايه، عايزك تبلغ ربيع الضو تقول له ان بحر الراوي مش هيهملك يا ربيع، والامانه اللي عنده هترجع لاصحابها، حتى لو كلفتني عمر وعمره وعمر اي حد هيوقف قصادي. واعي كلامي ولا قلتني؟ نبيه